وللحديث عن الفساد في ملف البطاقة التموينية وتعريض السلطات في العراق الأمن الغذائي في العراق للخطر مع ارتفاع معدلات الفقر في البلاد، معنا عبر الهاتف مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بك سيد مصطفى. بداية، يعني لجنة النزاهة البرلمانية أقرت بوجود فساد في عقد البطاقة التموينية وصل إلى 151 مليون دولار شهريا، كيف يمكن للحكومة أن تقبل بوجود هذا الفساد في ملف يمس بشكل مباشر المواطن العراقي؟ تفضل. أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. آخر ما تهتم به السلطة المنصبة من قبل المحتلين في العراق هو مصالح المواطن ومصالح الوطن، وبالتالي فعملية السرقة والاختلاس والإثراء على حساب المال العام وعلى حساب متطلبات المواطنين، هذا هو النهج السائد في كل السلطات التي شهدها العراق منذ احتلاله عام 2003 وفي كل المجالات، وليس في مجال وزارة التجارة أو مفردات تأمين مفردات البطاقة التموينية فحسب. سيد مصطفى، الإحصاءات تقول أن معدل التجهيز الحقيقي لمفردات البطاقة التموينية هو ل 21 مليون عراقي فقط، بينما وزارة التجارة تحتسب مفردات البطاقة التموينية ل 41 مليون عراقي. ماذا يعني هذا التناقض الفاضح بالأرقام؟ يعني أن هناك فرق بحدود 20 مليون دولار يجري سرقة الأموال المخصصة لهذه الملايين شهريا، وبالتأكيد فإن الجهات المتنفذة والمستولية على العراق هي التي تكسب من هذه المبالغ، وطبعا الجميع يعرف تدني مستوى المواد المقدمة في البطاقة التموينية وتأخر الحصول عليها وقلة مفرداتها، وهو أمر لم يحصل حتى في ذروة وشدة ظروف الحصار الظالم الذي كان مفروضا على العراقيين في عقد التسعينات من القرن الماضي، حيث كانت تؤمن المفردات بشكل مفردات البطاقة التموينية يعني بشكل مستمر وبشكل دائم وبشكل عادل، ويستلمها أو يتسلمها المواطن في دهوك والمواطن في الفاو دون نقص ولا تأخير. في سؤال جديد سيد مصطفى، يعني ألا يجب أن تكون أسعار مفردات البطاقة التموينية رمزية، فرض مبالغ إضافية إلى أي مدى يخرجها عن مفهومها الاجتماعي ويؤكد تراجع الدولة عن مسؤولياتها؟ بالتأكيد هذا الذي تفضلتم به هو صحيح، المفروض أن تكون رمزية وتعالج الغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والفقر الهائل الذي حاصل في العراق، وهذا والبطالة المتفشية بين العراقيين، وهذه ارتفاع نسب البطالة يعني ونسب الفقر يعني أرقام كارثية حقيقة تهدد العراقيين وتهدد مستقبل العراق، تهدد النسيج الاجتماعي في هذا البلد، لأن الأرقام أصبحت غير معقولة وغير منطقية لبلد يعني يدخله أو الدخل الشهري له أكثر من 10 مليارات دولار، في حين نجد ارتفاعا هائلا في نسبة الفقر وفي نسبة البطالة. في سؤال آخر، يعني بالتوازي مع هذا الفشل بإدارة ملف البطاقة التموينية، لماذا تصر الكتل السياسية على استمرار تعطيل إقرار الموازنة للبلاد عبر أزمتها السياسية؟ هل ترى ما يجري مقصودا لا سيما مع غياب الرقابة على الإنفاق؟ لا شك أن ما يجري هو مقصود لهذا النهب الواسع الذي نجده سواء في الهدر العام لموارد الدولة وفي تضخم الجهاز الوظيفي الوهمي وفي طبعا في الجانبين المدني والعسكري، والهدر الهائل أو السرقات في الحقيقة الهائلة التي يجري يعني تنفيذها عبر ما يسمى مزاد العملة، وهو الحقيقة ما يعني وسيلة لتهريب العملة إلى إيران، حيث تستولي على هذا المنفذ، منفذ التهريب عبر مزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي العراقي، تستولي مصارف تابعة للسلطة ولأحزابها وميليشياتها ومعروفة ارتباطاتها
هناك مليارات الدولارات تخرج يوميا تخرج شهريا عفوا الى ايران لتامين استيرادات وهميه لا يحتاجها العراق وليست يعني حقيقه تعود الى تجار او الى بالفائده على الاسواق المحليه. الاسواق المحليه تعاني من نقص ونقص في المواد وارتفاع في الاسعار في حين يجري تهريب هذه الأموال إلى الخارج وسرقتها. نعم. وفي بعض الأيام تكون المبالغ المباعة من الدولار كما يسمى يعني أو كما تسمى العملية عملية بيع أكثر من الدخل اليومي للعراق. لكن بقاء العراقيين عند هذه المستويات من الفقر في بلاد تمتلك ما تمتلكه من موارد، إلى أي مدى تتحمل الأحزاب الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة الدولة؟ الحقيقة أن هذا مشروع مخطط له وليس فشل في إدارة الدولة، هذا يعني هذا مخطط لتدمير العراق ولإحداث مشكلة كبيرة في صميم بنيته الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، وبالتالي فهو كما قلت يعني عمل مبرمج جرى التخطيط له من قبل جهات عديدة خارجية وداخلية، وهذه الجهات الداخلية في الغالب التي الميليشيات أو السلطات التي تتحكم بشؤون العراق هي غالبا ما تنفذ هذه المشاريع الخارجية. العراق يعني يجري إفقارة ويجري نهب موارده ويجري إخضاعه لديون هائلة بقروض يجري الحصول عليها من قبل صندوق يعني من صندوق النقد الدولي ومن جهات دوليه تسمى مانحه او تسمى مقرضه، في حين ان هذا تكبيل للعراق بقيود لعقود طويله قادمه. رئيس تحرير صحيفه وجهات النظر مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك.